على أرض الكنانة المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد عام 2015 برعاية اليونسكو. ويسعدني كل السعادة أن أتواجد بينكم في هذا المؤتمر تحت شعار تحقيق جودة التعليم والتعلم المستدام للجميع من أجل استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها في المنطقة العربية من برامج ومبادرات التعليم للجميع، وكذلك الوقوف على المشكلات والتحديات والأولويات التي يجب مراعاتها على الصعيد الإقليمي في التعليم حتى عام